بيقول ان اكرم توفيق هو افضل لاعب للنادي الاهلي في 2021 او في موسم 21. احمد ثابت بيقول حمدي فتحي هو افضل. حضرتك انا انا راجل محايد، انا بسال بس. انا اسال بس. رقم 2، احلى هدف للنادي الاهلي في 2021. احلى هدف بالنسبه لي لا استنى بقى عشان عايز كريم اللي يقول. خليه هو الاول. طبعا انا في وجهه نظري الشخصيه احلى هدف للنادي الاهلي في السنه اللي بتنتهي خلال ساعات او خلال يومين جايين دول هو هدف محمد شريف، هدف التالي في نادي الزمالك بسبب الرابونه بتاعه عمرو السوليه. الرابونه بتاعه عمرو السوليه في وجهه نظري هو ده احلى هدف في السنه، هدف يعني كوكتيل مهارات كل حاجه حلوه فيه. عمرو السوليه مش ممكن، يعني مش ممكن لاعب في مباراه مهمه زي كده ياخد قرار وينفذه 10 من 10. ومحمد شريف بص يا كابتن اسلام هنا يعني هو بعيد جدا جدا عن مدافعي نادي الزمالك، بص ازاي سرق ده الاوفر عالمي اصلا مش مالي وبينك اوفر عالمي سرقوا يعني سرقوا يعني لا الاوفر عالمي كمان يعني صعب قوي ان الواحد وهو في العادي لا. يعمل اوفر زي ده لا وكمان محمد شريف حطها في العكسيه لابو جبل صعب يعني ممكن الناس تشوف الكره سهله لا بالنسبه للحارس لو نشوف دي لو راحت على شمال ابو جبل يصدها دي لو في الضيقه سهله جدا يصدها انما هي راحت على العكسيه فكانت فعلا خادعه له وبالتالي الهدف يعني مسلسل الهدف كله بصراحه جميل وفي وجهه نظري ده احلى هدف للنادي الاهلي في 2021 احلى هدف برضو هدف محمد شريف في الزمالك بصراحه الاسيست بتاع عمرو السوليه ده يعني الصحف العالميه اتكلمت عنه بعد الماتش وخاصه كمان في الديربي قدام نادي الزمالك يعني لا هدف بصراحه تاريخي بالنسبه لي برضو احسن هدف هو هدف محمد شريف ممكن اقول لك انا طيب اتفضل طبعا ولا بلاش لا بس قول لاعب الموسم الاول لا لا هو مش هيقول لك عرفت السؤال ده يا سيدي فوت فوت لا 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 استنى لاعب الموسم ده اقعد افكر فيه لكن ده واضحه بالنسبه لي انا واضحه يعني انا بقى بقول هدف اليو ديانج اللي هو الرابع الشوطه جميل اللي هو لانه الاوفر يعني دي لعبه متفق عليها اتلعبت صح وقفت تحت رجله صح وهو واقف حطها صح فرقت في نتيجه المباراه صح. في الوقت ده تحديدا فغيرت جمله تكتيكيه كمان جمله تكتيكيه وجهه نظر يعني طبعا عبد المسامير الجبالي السمير ايه بيحب احمد وكريم اكتر مني فبيجيب لهم اللي هم عايزينه هو جاب على طول بص الكره يعني بص لو اتعادت يعني عالميه وجهه صحيح. نظري الاعاده مبينها احلى احلى من الهدف يعني بص الهدف عامل ازاي الاوفر قفشه حاططها على رجله واقفه تحت يعني ما تتعملش احلى من كده صحيح بجد بس طبعا هي بيني وبينك لو عمرو اللي كان عاملها وهي عمرو السوليه كان عاملها وهي واقفه بالرابونه راحت لاليو دينجو وحطها كده كانت هتبقى احلى يعني بص يعني جمله حلوه يعني لعيبه النادي الاهلي خطفوا لعيبه نادي الزمالك كلهم داخل المنطقه وبالتالي المساحه اتفرغت لاليو دينجو راحه بالراحه ولطيفه يعني حلوة. وصعبه حلوة. وكل حاجه طيب